بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على جملة الثرو. الثرو دي معناها ان انت وانت بتكتب كود عايز تقول لما يحصل كذا بوم، انت اللي عايز تقول بوم، انت اللي خليه عايز تخلي طلع اكسبشن، انت اللي عايز تطلع ايرور، انت بتعمل اكسبليسيت اكسبشن. اكسبليسيت اكسبشن يعني انت بتطلع اكسبليسيت، يعني اكسبشن صريح، مش هو اللي طلع لوحده، انت اللي عايز تطلعه بالظبط بعينك. فانا مثلا عملت فانكشن اسمها فاليديت ايج، انا بفاليديت الايج العمر، فجيت قلت مثلا لو الايدج اقل من 18 انا خلاص بالنسبه لي ده ايرور، فقلت ثرو ومتعامل ايه اريثماتيك اكسبشن وابعت المسج اللي انا عايزها. مثلا قلت له اندر ايدج مثلا، فعمره صغير مثلا، دي كده بالنسبه لي انا ده ايرور، انا اللي خليته يضرب. هتقولي ليه انا بعمل كده؟ اقول لك ساعات بنبقى احنا شغالين في تيم، فانا جوه مثلا بقفل مجموعه من الحاجات دي بتضرب مش عارف ايه، واللي هينادي على الكود واللي هيشتغل معايا واللي هيكتب بيت الكود لازم هو اللي يقفل الاكسبشن ده، هو اللي يعمل تراي كاتش بقى الكود اللي هيطلع وكلام زي كده. بس خلينا نقول ان دي جمله بتضرب وتطلع ايرور وتحدد النوع بقى، اثماتيك اكسبشن ممكن تقول نوت بوينتر اكسبشن، ممكن تحدد اي نوع انت عايزه. فانا قلت له فاليديت اكسبشن، بتبعت بس فاليديت ايج، ببعت لها الايج العمر وهي بتشوف لو اقل من 18 بتطلع ايرور، لو غير كده بقول له تمام عادي خلاص. وجيت قمت جوه المين فانكشن البسيطه دي قلت له مثلا انتر يور ايج، انتر يور ايج هاخد الايج بتاعه وخزينه جوه فاريبل، وبعد كده ابعته لمين؟ للفاليديت ايج عشان الفاليديت ايج يعديه ولا يضرب ايرور. فقلت له خلاص ريد لاين، وبعد ما تريد لاين هقول له دوت تو سترينج عاد تو انت اسف على طول لان عايز رقم صحيح. طبعا ده وارد يحصل فيها اصلا لوحدها، اصلا ايرورز عايز لها لوحدها تراي كاتش تحطها يعني، بس ناديت على فاليديت ايج وبعت لها الايج خلاص كده وخلاص يعني مش اكتر من كده. بعد كده هقول له اطبع لي بس الايدج كده عشان نبقى شايفينه او اي مسج كده بس مش اكتر. قلت له البروجرام كومبليتد مثلا مسج وخلاص، ان خلاص كده انا خلصت يعني، عشان اعرف بس ان هو عدى الفاليديت ايدج يعني كفانكشن. فهاجي كليك يمين كده واعمل ران الاكزامبل بتاعي. فاليديت ايدج طبعا هي دي اللي ممكن تفاير ايرور اللي هو اريثماتيك اكسبشن اللي هو اندر ايدج. فتلاحظ قلت له انتر يور ايج، قلت له ماشي يا عمي، قلت له 12 بوم خلاص الدنيا كلها باظت، ولا جاب لي بقى البروجرام كومبليتد ولا حاجه. قال لي اكسبشن ان ثريد اللي هي مين، وقال لي جافا دوت لانج اكسبشن اريثماتيك اكسبشن، وقال لي اندر ايج. قلت له انتر يور ايج، قلت له 22، قال لي تمام مفيش اي مشكله تقدر تسوق والبروجرام كومبليتد. يبقى لما حصل ايرور خلاص الموضوع ما قدرش الكود اصلا يكمل خلاص. دي كانت ايه مثال على الثرو لو انا عايز استخدم الثرو في اي نوع من الانواع.